يمكن سؤال برضو، يعني فترة حضرتك كانت فترة جيدة والزمالك قدر ياخد بطولة الدوري، كان في لعيبة كتير كانت موجودة في الفترة بتاعت حضرتك. سؤال برضو ممكن يبقى فانتازي شوية، لو في لعيب من نادي الزمالك من فريق كرة القدم اللي كانوا موجودين في آخر سنتين، يمكن برضو بن شرقي، ساسي، طارق حامد، إمام عاشور، أبو جبل، مصطفى فتحي، لو بإيدك إنك تقدر ترجعه لنادي الزمالك في حال النجاح، مين أول لعيب هيبقى في دماغك إنه ممكن تبقى تفضل يبقى موجود داخل نادي الزمالك كمشجع حتى قبل المنصب؟ يعني آسف إن أنا مش همتعك بالإجابة اللي أنت عايزها، لأن من مبادئي إن اللي بيختار اللاعبين هو المدير الفني، وأنا دوري فقط إن أنا أسهل له هذه المهمة. هو لو قال لي أنا عايز فلان، يبقى كل جهدي ينصب إن أنا أجيب للمدير الفني هذا اللاعب ده كدور مسؤول. حسين لبيب بقى اللاعب والزملكاوي كواحد من الجماهير، أنا بحب أشرف بن شرقي.